انتم كويسين؟ حضور الرب بيخلينا كويسين. حتى انت جاي مش كويس مفيش مشكله، حضور الرب يخليك كويس. لو رفعت عينك من نفسك ولو بصيت بقلبك للرب، حضور الرب بيصنع كل الفرق اللي انت محتاجه واللي انا محتاجه. كنا بنصلي في الوقت اللي قبل الكلمه انك تكون في الروح، دي صلوة مش فارق مع الرب فيها أنت تقدمك في الأيام قد إيه، في تقدمك في الأيام بمعنى الأيام مستوى علاقتك مع ربنا. ممكن يكون لسه أول يوم على علاقة مع ربنا، لكن مقاصد الرب ليك أنك تكون في الروح من أول يوم. مش فارق عند الرب أنت في حالة فتور أو في حالة نار، الاثنين محتاجين انك تصلي الصلوه دي، انا عايز اكون في الروح يا رب. مش فارق عند رب انت في خطيه متاب عنها او ما فيش خطيه، انت محتاج تكون في الروح، لانه وانت في الروح اسلكوا في الروح فلن تكملوا اي ضعف او اي خطيه. لو في خطيه غير متاب عنها خلص الموضوع، ليه تكمل حتى الوعظه يعني وانت قاعد كده اغسلني. وبالتالي ان احنا نكون في الروح ده حاجه اساسيه. هذا الموقع ده موقع ما كانش مفتوح لينا قبل المسيح. زي يكون انا هو، لكن ان انا اكون في الروح هنا هو لو جاز التعبير، بس المكان ده ان انا اكون هنا مش هنا مفتوح ليا بسبب يسوع المسيح، ومصرح ليا اني اتنقل من المكان ده لو جاز التعبير بالايمان، واكون واقف في المكان ده اللي اسمه في الروح. في جسيماني كانت واضحه، تلاميذ كانوا هنا لهم صلوا لكي لا تدخلوا في تجربه، يعني يكونوا في الروح ببساطه، لكن ناموا ما قدروش. يسوع انفصل عنهم نحو رميه حجر وصلى، كلكم عارفين. بعد لما رجع للتلاميذ لقاهم نايمين، قال لهم اما قدرتم ان تسهروا معي ساعه واحده؟ الروح نشيط اما الجسد فضعيف. انك تكون في الروح ده حاجه اساسيه لابن الرب مفتوحه ليكي وليك في المسيح يسوع. اللي ما بتقدرش تعمله في الجسد بتقدر تعمله وانت في الروح. المهزوم فيه وانت في الجسد انت منتصر عليه وانت في الروح. اللي انت متحير فيه وانت في الجسد وانت في الروح اولاد الله ينقضون بروح الله. وبالتالي هي مش فكره لذيذه، مش احتماليه حلوه، مش الله تامل جميل، لكن ده المعروض ليك، هو حياة أو موت، هو انتصار أو هزيمة، هو بركة أو لعنة، هو غلبة وسلاسة أو صراع وعرق بدون نتيجة، هو سلطان بيؤثر في كل أحداث حياتك أو ردود فعل، لأن حاجاتك كتير عمالة بتحصل وأنت مش عارف تلحق على إيه ولا إيه ولا إيه. فرق ضخم جدا واحتياج ضخم جدا إن هذه الطلبة إنك تكون في الروح. يا رب انا عايز اكون في الروح، روح الله تعالى ساعدني اني اتحرك معاك طول الوقت. دي صلوات ما هياش فكره جميله، دي شراكه. عشان كده قال شركه الروح، الرب الروح القدس تكون معكم. دي شراكه، دي صداقه، دي صحوبيه، ده مسير معاه، ده التواجد في الروح. انبياء كثيرين في العهد القديم اشتهوا ان يكون ليهم الصلاحيه دي، اشتهوا أن يروا وأن يسمعوا ما أنتم ترون وما أنتم تسمعون، ولم يسمعوا. ليه؟ لأنه كان بيبقى بالنسبة لهم فلاشات معروض ليهم لما روح القدس ينسكب. كلكم عارفين يعني أحد يعني حاجة في الأنبياء في العهد القديم أنه ما كانوش يقدروا يتنبأوا إلا لو حاجة انسكبت عليهم، يعني مش بإيديهم القصة، مش بمزاجهم، حد يجي لهم أنا عايز كلمة نبوية يقولوا له كلمة نبوية، لا. ده كان لازم حاجة تحصل، لأن الأمر مش هم مش ساكنين فيه، الأمر الزيارة مش سكنة.
انت وانا واحنا عندنا الصلاحيه ان احنا بسبب يسوع اتفتح لنا هذا المكان بسبب يسوع، انك تبقى موجود في الروح وتعيش في الروح 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع. لما بولس لما انا اسف لما يوحنا قال كنت في الروح، كان بيحكي مش بس انه ما كانش في الروح وبقى في الروح، لا ده 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 كنت في الروح وبعد كده قام الرب ناداني واراني باب مفتوح في السماء وقال لي تعالى اطلع الى هنا كمان. يعني انتوا عارفين ما بين كنت في الروح ودي ثلاث اصحاحات، وشاف حاجات وسمع حاجات. فكنت في الروح فسمعت وشفت وكلمني، وكلمني عن سبع كنايس وقال لي رسالة لكل ملاك من كل الكنيسة دي. وبعد ما سمعت وشفت وكل حاجة قال لي تعالى أعلى كمان، اطلع معايا كمان أراني بابا المفتوح في السماء. عشان كده أنا أشجعك جدا في الزمن ده أنك تكون في صحوبية جديدة، في صحوبية جديدة مع الرب الروح القدس. مش بتحصل معاك لانك تستحق او انا استحق، بتحصل معاك لان ده احتياجك، فهو بيجي عشان انا محتاجه. في حد هنا محتاج الروح القدس؟ وانا مش بتكلم انه يبقى ساكن جواك، كل ابن وابنه الروح القدس بالفعل ساكن جواك، انا مش بتكلم عن السكنه جواك، انا بتكلم انه ياتي عليك كرداء وتبقى ماشي فيه. أنا بتكلم إنه يأتي عليك كعباية من فوقك لتحتك، فتبقى بتبص من خلاله، بتسلم من خلاله، بتفكر من خلاله، بتحس من خلاله، بتمشي من خلاله. أنا مش بتكلم على مستوى إنه ساكن فيك، لأن محدش يقدر يقول إن يسوع رب إلا بالروح القدس. أنا بتكلم على الرداء اللي بينسكب على حياتك في الروح، في داخل، يعني كنت فيه جوه الروح. فانك تطلب يا رب انا عايز اكون في الروح جوه الروح، مش الروح فيا لكن انا فيه. الروح فيك ده انت ابن ابنه، لكن انت في الروح دي قصه تاني، ده الرداء اللي بينزل عليك فتتحرك تفكر تحس تتصرف تصلي. مشغول جدا بكفاءه ولاد الرب في الزمن ده. لو انت بتسمع اجتماع الاثنين كان الشاهد المحوري لو الحديد تلم إن كل الحديد، يعني لو الفاس سنها بقى مش حاد، فبتحتاج إنك تخبط بالفاس كتير وتبذل مجهود أكبر وتعرق عشان توصل لنتيجة. في المقابل لو الفاس مسنونة بتبذل مجهود أقل، ما بتعرقش نفس الكم، بتبذل ضربات أقل وتوصل لنتيجة أسرع. دي اسمها كفاءة في الروح. انت كابن للرب وروح الله ساكن فيك، هناك انتصارات ليك، هناك مواريث ليك، هناك اختبارات استجابات الصلاه ليك. بس عايز اقول لك لو انت في الروح مش بس الروح فيك، كفاءتك بتزداد، صلواتك بتخترق بصوره اسرع، عرقك بيقل، استجابات صلواتك بتتغير لو انت بحسب مكان انت بتصلي من فين. هاخد تعبيرات عهد قديم، لو انت بتصلي من تحت الجبل بيسمع الرب، لكن انت بتصلي من فوق الجبل قصه تاني خالص، مجهود تاني خالص، اختراقه تانيه خالص، تاثير لصلواتك مختلف تماما من فوق الجبل او من تحت الجبل. مراحم الرب بتسمع لصلاتك انت ايا كان مكانك، في وسط الجبل تحت الجبل ابن للرب. لكن لو انت فوق الجبل مستوى الاستجابه والتاثير والسلطان، مستوى حتى الصوت اللي خارج منك، زي ما سمعت في المؤتمر كلمه الصوت مهمه جدا في الزمن ده، رب يغير الروح اللي وراها الصوت فبتطلع ذبذبه مختلفه لصنع تاثير مختلف في الزمن ده من السلطان. الحاجات اللي ما كانتش بتجيب نتيجة يجب انها تجيب نتيجة، صلوات اللي كانت بتخبط في الحيطة وترد ليك لازم تعدي الحيطة في الزمن ده. يسوع بيدخل والابواب مغلقة، في صوت لازم يخرج من شعب الرب في هذا الزمن بيصنع تأثير في الاحداث، في احداث حياتك، لانه اعد لنا ما لم تره عين وما لم تسمع به اذن ما لم يخطر على بال انسان. ما بتقدرش تستقبل الكلام ده الا وانت في الروح، مش كده ولا ايه؟ تقدرش تستقبل. لا. خليني اقول لك حاجه، ربنا عمره ما بيجي ويقول لك اللي انت عارفه، ممكن ياكد لك على اللي انت عارفه،
بس لو كل مرة ربنا بيجي لك ويقول لك اللي انت عارفه، بس دايما الرب يجي ويقول لك على اللي انت مش عارفه عشان ياخدك من اللي انت عارفه اللي هو عايز يقوله لك. هتفهمها؟ لا عشان خاطرك انت بس، كلهم فاهمين. الرب كتير يأكد على اللي انا عارفه وانت بتصلي، يأكد لك انا بحبك انت ابني. ليه؟ لانك محتاج انك تسمع تأكيدات للعالم بيأتي يستنزفها من حياتك، في المحبة، في الابوة، في الصلاح، في العهد، في السلطان، الحاجات دي كلها. بس هو بيكلمك على الحاجات الأساسية اللي انت محتاج تأكيد فيها، عايز ياخدك لحتة ما سمعتهاش قبل كده، ما لم تسمعه أذن، وعايز يوريك حتة ما شفتهاش قبل كده، وعايزك تفكر بطريقة ما فكرتش فيها قبل كده، ما لم يخطر على بال الإنسان، ما أعده الرب ويعلنه لك الرب بالروح القدس. هتفهم حاجة؟ فالروح القدس دايما بيتحرك عشان يوريك، عشان تشوف اللي انت مش شايفه، عشان ياخدك من اللي انت فهمه للي هو عايز يقوله لك، من اللي انت فيه للي انت مش فيه بس هو جايبه ليك. دايما ربنا بيكلمك عن حاجة انت مش فيها وانا مش فيها. كتير بنصطدم، الكلام ده مش ليا. ايه ملكي صادق ده؟ مش ليا. كلام كبير. هو ربنا عمره ما هيجي يكلمك عن اللي انت فيه واللي انا فيه. بيجي يكلمنا عن اللي احنا مش فيه عشان نطلع الجبل ونبقى في الحتة اللي هو داعينا نكون فيها. لانه كل مرة بيجي يكلمك بيكلمك عن حتة انت مش فيها، ما شفتهاش قبل كده، ما سمعتش عنها قبل كده، ما فكرتش فيها بالطريقة دي قبل كده. ده الرب دايما بيعمل كده. ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على بال الإنسان، أعده الرب للذين يحبونه. ده إيه؟ أخذنا روح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. إذا ما لم تره عين موهوب لك بالروح القدس. عارفين الآيات دي؟ أنا بتكلم كأنكم عارفينها. كورنثوس الأولى صح 2 مفروض تكونوا عارفينها. الأشياء الموهوبة لك من الله بتعلن ليك بالروح القدس. إيه الأشياء الموهوبة دي؟ ما لم تره عين. جاي يوصفها رسول بولس، قال كده هناك أشياء موهوبة لك بالروح القدس. إيه مواصفاتها يا بولس؟ ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على بال إنسان، الرب أعده ليك، يسكبه ليك بالروح القدس. ليه؟ لأنه ده موهوب لك. فدائما الرب يجي لي دائما الرب يجي لي من اللي أنا مش فيه عشان ياخدني من اللي أنا فيه، ودايما الرب يكلمني على اللي أنا مش عارفه عشان ياخدني من اللي أنا عارفه اللي هو عايز يقوله لي. عشان كده المسير مع رب دائما بياخدك لأبعاد جديدة. إبراهيم قال أنا رايح لمدينة لها أساسات. لو أنت مرات إبراهيم تقول له فين؟ مش عارف. طب احنا في أور الكلدانيين، ده أور الكلدانيين دي كانت المركز التجاري الجميل، أفضل مدينة، مركز حضاري، مركز فلوس، مركز تجارة، عيالنا ما كانش عندهم عيال، يعني كل حاجة متستفة عندنا. أنا رايح المدينة، تقرأ كده في عبرانيين 11، لأنه كان ينظر مدينة لها أساسات، صانعها وبارئها هو الله. إيه دي حبيبي؟ فين دي؟ ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما أعده الرب. وإبراهيم بكل، عشان كده إبراهيم أبو الإيمان. القصة دي قصة محورية. من وقت ما دعاه الرب دعوته وهو واحد، أكثرته بركته. ليه القصة؟ لأن إبراهيم اتحرك في اللي هو مش فيه، وبالنسبة له اللي أعده الرب بالنسبة للي هو فيه، أور الكلدانيين اللي عدوا الرب ده أفضل جدا. فأنا مستعد أسيب اللي أنا فيه وأروح للي أنا مش فيه لأن الرب أعده ليا. مستعد أفهم اللي أنا مش فهمه عشان أتحرك ورا مقاصد الرب. عشان كده إبراهيم
خلي بالك ده كان في تكوين 12 لما خرج. بعدها طوالي نزل مصر وحصل مشكلة مصر، وبعدها طوالي لوط أم سابه، وبعدها طوالي أم قابل ملكي صادق. فقصة ملكي صادق بالنسبة لإبراهيم هي قصة في أول مسير وراء الرب، أول ما ترك بس أور الكلدانيين وساب أبوه، أو أبوه مات ولوط تركه وعبر قصة مصر، اتقابل طوالي مع ملكي صادق. وبالتالي ملكي صادق ماهيش قصة يعني أوبشن لذيذ فكرة. ملكي صادق هو الرتبة اللي اتفتحت ليك في المسيح يسوع إنك تقف فيها. النهاردة حاول أتكلم عملي وحتكلم قصير. يعني إيه رتبة ملكي صادق؟ يعني كل رتبة لها نعمة، كل رتبة لها سلطان. في واحد في الجيش عنده رتب، كل ما تزداد الرتبة يزداد السلطان. لو واحد عنده نجمة واحدة بيصدر أمر، فقط اللي تحت النجمة هيسمعوا كلامه. لو واحد عنده ثلاث نجوم، اللي تحت الثلاث نجوم بما يشمل النجمتين نجمة واحدة اللي ما عندوش أي نجمة هيسمع كلامه. لو واحد على كتفه نسر ونجمة ونجمتين، أيا كان بقى مش هكمل في المثل. وبالتالي كل ما بتزداد الرتبة بيزداد تأثير الكلام اللي خارج، حتى لو نفس الجملة. واحد بنجمة واحدة بيقول جملة، واحد بيقول جملة نفس الجملة، بس ده خارجة منه بتصنع تأثير مختلف خالص عن أبو نجمة واحدة أو من غير نجمة. هذه الرتبة اتفتحت لينا في المسيح يسوع، ده حكيت عنه الاجتماع اللي فات. وبالتالي هذه الرتبة أنا بحكي عليها هي بتعطيك نعمة، هي نعمة تأثير أو نعمة وقوف في مكان مختلف عن الطبيعي، نعمة تواجد في مكان واستقبال أمور. مش كده بتكلم عن الروح، لأن الأمور ما لم تره وما لم تسمع بأذن تقدرش تفهمه إلا في الروح. بعد تهرش وذهنك بتتعب، لكن لو فتحت روحك وقول يا رب أسكب فوق الجبل في حاجة بتحصل. خليني أقرأ لك آية من أشعياء، أشعياء 2، آية مشهورة أشعياء 2 في آخر الأيام. أشعياء 2:2 في آخر الأيام جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال، يرتفع فوق التلال، تجري إليه كل الأمم. ما أعرفش عنك، في ناس يحب يحط الآيات دي يقول لك ده ملك ألف، لكن لو أنت بتقرأ كتاب مقدس وتكتشف أن جبل الرب هو كنيسة الرب، تقرأ أن الآية دي وتقول الآية دي تنطبق على الكنيسة، تنطبق على مجتمع الملكوت. في آخر الأيام عروس يسوع تكون ثابتة. إيه رأيكم؟ ينفع؟ لأنه حياتي إلى عروس مجيدة لا عيب فيها ولا غضن. في آخر أيام تكون عروس يسوع ثابتة في رأس كل حاجة، تحتها كل حاجة، ترتفع فوق التلال، تجري إليها كل الأمم. مش ده ماشي مع كتاب مقدس؟ لما الدنيا كلها تتلخبط الناس بتدور على حتة ثابتة. فكمل معايا. تسير شعوب كثيرة ويقولون هلما نصعد إلى جبل الرب، هلما نصعد إلى جبل الرب، إلى بيت إله يعقوب، فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله. ليه؟ لأنك فوق الجبل وانت في الروح بتفهم. فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله، لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. لما بتقف في حضور الرب فوق الجبل، مستوى الفهم والشريعة، فنعرف طرقه، مستوى القيادة، هكون بحكي لك عملي دلوقتي، مستوى القيادة ومستوى النعمة اللي بتنسكب على حياتك وانت فوق الجبل مختلف تماما تماما تماما. هلما نصعد إلى جبل الرب، لأنه يرينا، يعلمنا طرقه، يعلمنا من طرقه، نسلك في سبله، تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. ما أروع إدراك إن وقفتك قدام الرب بتديك أسرار الرب. نرجع تاني لملكي صادق، ده مكان مفتوح ليك في المسيح يسوع، والرتبة دي
تخيل معايا، هي مش رتبة نجوم ونسور، هي رتبة يسوع. اللي انت ما كنتش تعرف تعمله على مستوى لاوي بتعرف تعمله على رتبة ملكي صادق. الصلوات اللي كانتش تخترق على مستوى لاوي وكهنوت لاوي بتخترق على مستوى كهنوت ملكي صادق، لأنها مكان مختلف من النعمة، ترقية مختلفة على كتافك بتتحط. فكل كلمة خارجة، كل إيد مرفوعة، كل عبادة خارجة لها تأثير مختلف. أنا بحكي ده ليه أو برمي ده في أجواء بلدنا في هذا الزمن ده ليه؟ لأنه دي الصورة اللي ربنا واخدنا لينا. ربنا واخدنا للحتة دي علشان أيا كان ما هيحدث في الزمن اللي جاي، رب يلاقي ناس واقفة في رتبة سلطان، في رتبة كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، واقفين بسلطان مختلف، مش على مستوى لاوي. كل أفكار لاوي الخطية، نعالج الخطية إزاي؟ أفكار ملكي صادق هو ملك البر. عارفين يعني إيه ملك البر؟ يعني كل حتة فيها بر بيملك عليها. مستوى مختلف خالص ما بين لاوي المنحصر في الخطية وملكي صادق المنحصر في البر. لاوي المنحصر في السواد وازاي نعالج الاسود، وملكي صادق اللي هو ملك السلام هنحكي عنه حالا، وازاي ملك السلام ده بيتحرك على حياتك ومن خلالك وانت واقف قدام الرب. لما بتقف في الرتبة دي، انت بتقف في الرتبة دي امتى؟ بتقف في الرتبة دي فوق الجبل، بتقف في الرتبة دي وانت في الروح، بتقف في الرتبة دي وانت مدرك انت واقف في مين؟ في المسيح يسوع. تعليق صغير، مش معنى ان حد اتحرك ان دي صلاحية ان كل الناس تتحرك. اقلب معايا لعبرانيين، عبرانيين 5. عبرانيين 5 عدد 9: إذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي، مدعوا من الله رئيس كهنة على رتبة ملكي صادق، الذي من جهة الكلام كثير عندنا. حتى كاتب العبرانيين بيقول الكلام كثير عندنا، الذي من جهته، من جهة ملكي صادق، الذي من جهة الكلام كثير عندنا وعسر التفسير لننطق به، إذ قد صرت متباطئ المسامع. يعني حتى كاتب العبرانيين بيقول لك ان الكلام عن ملكي صادق منظره عسر التفسير. ليه لانه عسر التفسير؟ لانك انت محتاج تدرك الحاله اللي احنا مش فيها، اللي ربنا عايز ياخدنا من الحاله اللي احنا فيها للحاله بتاعته في الرتبه، عشان يكلمنا على اللي احنا ما سمعناهوش قبل كده، عشان ياخدنا من اللي احنا عارفينه للي عايز يعرفه لنا. حتى كاتب العبرانيين بيقول لك الذي من ملكي صادق ده من جهته الكلام عسير. ليه؟ لانه بياخدك من حته، عشان كده انت متباطئ المسامع، بياخدك من حته ما سمعتهاش قبل كده، وبياخدك من حته انت مش فيها. فلو انت قاعد تقول انا مش في الحته دي، او ايه فايده الحته دي بالنسبه لي؟ ببساطه، عارف ايه فايده الحته دي بالنسبه لك؟ ان كل صلوه، كل ايمان، كل انتصار، كل تشريع بيخرج من على حياتك يصنع تاثير، لان الرتبه اللي على حياتك اختلفت، بقت على رتبه ملك الملوك، في الرتبه بتاعه يسوع. مش بقيت في نفس الرتبه، بقيت في الرتبه اللي وقف فيها ملكي صادق وهو على الارض. فبتقف في الرتبه بتاعه يسوع على الارض. مستوى تأثير صلاتك، مستوى تأثير انتصارك، بتتنقل من لاوي اللي بيصارع مع خطية لملكي صادق اللي هو ملك بر. مش عايز أسبق الأحداث، بس ببساطة بيقول كده: كان ينبغي، عدد 12، أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان، تحتاجون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداءة أقوال الله.
أما الطعام القوي عدد 14 فللبالغين، وبيتكلم عن الطعام القوي بتاع ملكي صادق هذه الرتبة. أما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. نط معايا العبرانيين 7. ملكي صادق هذا ملك سليم كاهن الله العلي استقبل إبراهيم راجعا من كثرة الملوك وباركه، قسم له إبراهيم عشرا من كل شيء. المترجم أولا ملك بر ثم أيضا ملك سليم أي ملك سلام، بلا أب بلا أم بلا نسب، لا بداية أيام له ولا نهاية حياة، هو مشبه بابن الله، هذا يبقى كاهنا إلى الأبد. عدد 11 لو كان بالكهنوت اللاوي كمال ماذا كانت الحاجة بعد أن يقوم كاهن آخر على رتبة الرتبة بتاعت ملكي صادق لا يقال على رتبة هارون. تغير الكهنوت بالضرورة يصير تغير للناموس أيضا، نظام بيتغير، مش مفروض نفضل على مستوى رتبة لاوي وهارون اللي كل حياتهم بيفكروا خطية غفران خطية غفران وبيعلموا الشعب وبيصنعوا تأثير، ده هم اللي عملوا انتصار الأبكار اللي احنا محتاجين نصليه خلال الأسبوعين اللي جايين. انتصار الأبكار ده مفتاح في هذا الزمن اللي هو وقفوا كأبكار قدام الرب من أجل البلد من أجل الشعب. بس المستوى ده اللي مليان سلطان مش هيخترق بالكامل للزمن الجاي، فبيحصل تغير في كهنوتك، تغير في وقفتك قدام الرب، الرتبة النعمة بتتسكب فيها بتتنقل من رتبة إلى رتبة أخرى عشان تأثير إيديك المرفوعة لأمور يعمل فرق. حد يحب ده؟ منظركم مش فاهمين. يعني تقفي في وسط حياتك وتقولي المشكلة اللي حصلة في هذا الزمن والقطاع البركة اللي حاصل في البيت ده في هذا الزمن أنا رافع إيدي وبأشرع في السماويات، قوة السماوات تتفتح والبركة تنسكب على هذا البيت. تاني يوم ومن تاني يوم فصاعد في بركة تحصل في البيت. حد يحب ده؟ يا لازم أقولها يعني كده؟ مش معقول لازم أقولها كده؟ ادي مثل تاني. كم مره وقفت قدام مرض ووقفت مشلول مش عارف تعمل ايه لان حد قريب ليك او حد عزيز ليك ومش عارف، طب اصلي، طب نجيب خادم يصلي، طب انا اصلي، طب انا احاول اصلي، فبتصلي من حته مكسوره كده، يا رب. ايه رايك ان المشهد يختلف وتبقى واقف في رتبه ملكي صادق اللي بيكلم المرض بسلطان من مكان من فوق الجبل في الرتبه بتاعت رتبه ملكي صادق اللي بيكلم هذا المرض انه يختفي ويزول، وده يحصل طوالي وانت بتصلي. هو ده الرتبة، هي ده اللي بيكلم، هو ده المستوى اللي لازم نوصل له. ربنا مش بيكلمنا من الحتة اللي احنا فيها عشان نفضل قاعدين في الحتة اللي احنا فيها، بيكلمنا من الحتة احنا مش فيها عشان ياخدنا ليها. وما بتحصلش النقلة دي لان احنا بنحضر اجتماعات صباح الخير، بتحصل النقلة دي لانك لما بتكون في اجتماع او لما سوري جمله بتحصل النقله دي لما ذهنك بتجدد وبتدرك ان في مسحه جماعيه بتخرج عروس مجيده ورب يسكب عليها رتبه الهيه تجعلها واقفه في مكان سلطان، وكل واحد من هذا الجسد لما يطلق يرفع ايده او يقول كلام لا ترجع كلمته فارغه لانها جايه من رتبه اعلى من بتاعته. ما تتخضش انه لا ترجع كلماته فارغه، اتقال الجمله دي عن صميل نفسه، يقول لك ما خلاش الرب كلمه واحده من كلام صميل تقع في الارض. فاكرين الايه دي في صميل الاول صح 2، يقول لك كلام صميل ما كانش بينزل الارض. اشعيا 55 بيتكلم عن كلام ربنا ما بيرجعش فارغ، يكونش ده صميل في العهد القديم. في كم بالحري حضرتك وحضرتك لما تكون في الروح وفي رتبة الرتبة اللي فتحها يسوع المسيح لأولاده عشان يكونوا ده مستوى وقفتهم كهنوتهم يعني وقفتهم قدام الرب، وده مستوى تشريعهم أو ملكهم في الأرض. لأن الذين لهم فيض النعمة وعطية البر يملكون في الحياة في الزمن اللي جاي. الجمل دي ما تبقاش مسيحية شعبية، يعني إيه يملكون في الحياة؟ فكر فيها، يملكون في أنا بملك في الحياة؟
اسألي نفسك أنا بملك في الحياة؟ بولس الرسول قال لكورنثوس اسألوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان أم لا؟ أنتوا ماشيين اللي أنا الرب قاله ولا لا؟ أنت بتملك في الحياة؟ أنت بتملك على رتبة ولا على رتبة هارون عمال بس أعيش كويس وأعيش وأصلح بس المشاكل اللي حصلة؟ ده رتبة هارون. إذ كان كهنوت لاوي ليس لا يعطي كمال. لو كان بالكهنوت اللاوي كمال لماذا كانت الحاجة أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملكي صدق ومش من نسل لاوي؟ أنا زي ما أكون بحتاج كل مرة أذكرك إحنا ليه بنحكي في ده. أنا بحكي في ده مش عشان موضوع عجبني، بحكي في ده مش عشان قريت كتاب، بحكي ما قريتش كتاب، مش بحكي في ده علشان، بحكي في ده علشان الرب عايز يطلق هذه الرتبة لشعبه من أجل الزمن اللي جاي، من أجل حياتك تفضل منتصرة، من أجل التأثير انتصار حياتك اللي فوق الجبل يؤثر على أمة، فأنت تعيش في حياة هادئة وتعرف تخدم والأمة بتاعتك تنقذ والشرق الأوسط بتاعك يتأثر لأنك أنت واقف فوق الجبل. لما الرب يفتح نور في وسط أنتم نور العالم، قال النور ده مدينة موضوع على جبل، ده السراج ما يتحطش تحت مكيال بل على المنارة. الرب عمره ما بيكلم حد يبقى جاي النهاردة تقولي أنا جاي بس من مشاكل في الشغل، أنا جاي ارتاح، أنت هتجيب لي صداع. أقول لك في حد جواه بيقول الكلام ده بجد. أقول لك ربنا مش بيجيبك هنا عشان يقولك اللي انت عارفاه، ربنا بيجيبك هنا عشان يكلمك في اللي انت لازم تروحي له. اللي يحسم مشاكل شغلك، مشاكل ظروفك، مشاكل حياتك ما بيجلناش من حيث نحن، بيجلنا من حيث هو عشان ياخدنا حيث هو. اكمل حبه ايات، خش عملي، كنت عايز اخش عملي من بدري. عدد 15، وذلك أكثر وضوحا من 14، واضح أن ربنا قد طلع من سبط يهوذا الذي لم يتكلم عنه موسى شيئا من جهة الكهنوت. وذلك أكثر وضوحا أيضا إن كان على شبه ملكي صادق يقوم كاهن آخر ليس بحسب ناموس وصية جسدية. ثانية واحدة، خليني أسألك سؤال، أنت بتعيش بوصايا عشان تطيعها في الجسد ولا لا؟ لو قلت لي لا انت بتكذب، في وصايا كتابيه وانت بتعيش تطيعها في الجسد. عبرين بيقول لك مش لازم تعيش كده، عبرين بيقول لك ان دي رتبه لاوي انك تعيش بوصايا ربنا قالها لك بتحاول تطيعها. يعني ما بتطيعش الوصايا؟ انا ما قلتش كده. عبرين 7 بيقول ان في مستوى رتبه ملكي صادق تعيش بقوه حياه تخليك تطيع كل وصية بس مش بقوة جسدية لكن بقوة حياة لا تزول. فبالنسبة لك حياة البر دي ما هيش مجهود. البر اللي عامل كلمة بر بتعمل ارتكارية للبعض، أنا بار؟ لحسن أكون مش بار وأقول بار فأنا برتهي أكتر مما ينبغي أن أرتهي إليه، فكلمة بار دي كلمة لا بار إلا يسوع وأروح عن نفسي وأرفع عيني لفوق كده. مكتوب إن يسوع الذي بلا خطية، الذي بلا خطية صار خطية لأجلنا لكي نصير نحن بر الله. أخويا قال هللويا وكلكم عارفين الآية، أنزل الثلاث سلمات دي وأبص في عينك وأقول لك أنت بر الله من غير ما تبربش. كلكم كملتوا الآية، فكر في الآية، خلي حد يقف قدامك كده عينه في عينك يقولك أنت بر الله. بر الله مش برك، ثانية واحدة، مش بر يعني خلي بالك ممكن نقولها بمعنيين، بر الله مش برك يعني الموضوع مش أنت، ده الموضوع هو بيديهولك وده مظبوط. خليني أقولك على المستوى اللي يخد، بر الله يعني بر الله بتاعه هو، يعني البر اللي مفهوش بقعة، البر المليان نور، البر المليان معجزة،
البر اللي بيعمل كل اللي فيه نور لا يدنى منه، البر بتاع الرب. انت بر الله. اشكر الناس اللي بتبتسم، لانه احنا بصوا تحت الجبل هنهرش هنقشعر لو سمعنا الجمله دي. فوق الجبل نصعد الى جبل الرب، فوق الجبل ده بينور فينا، ده بينسكب علينا، دي الرتبة اللي ربنا بيسكبها، مش لأن بنتكبر، ده بالعكس دي الرتبة اللي بتنسكب علينا علشان نستقبل بتواضع، عشان نعرف نعيش في الزمن مش بقوتنا، ليس بناموس وصية جسدية، بل بحسب قوة حياة لا تزول. ليه؟ لأن يسوع أخذ هذا البوزيشن، أخذ هذا الموقع، صار خطيئة لأجلنا لكي نصير نحن بر الله، فأخذ رتبة إلى الأبد. يعرف يعني إيه إلى الأبد؟ يعني دي مش رتبة وهو في الأرض بس، ده أنت كاهن إلى الأبد. عدد 17، على رتبة ملكي صادق. كمل معايا. فإنه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها. يصير إبطال، جمل قوية جدا، عبرانيين ده يجنن. يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها. الناموس لم يكمل شيئا، خلي بالك من كلمة كمال، لم يكمل شيئا. هقرا لك هعدي حبة آيات ليها علاقة بالقسم، أن الرب أقسم، فدي رتبة على قسم، مش رتبة بكلام بس، دي رتبة قسم. أقسم الرب ولن يندم أن تكهن إلى الأبد. عدد 22، على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل. عدد 25، من ثم يقدر أن يخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا، قدوس بلا شر ولا دنس، انفصل عن خطاه، صار أعلى من السماوات، ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة أن يقدم ذبائح أولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه. الناموس يقيم أناس بهم ضعف رؤساء كهنة، أما كلمة القسم التي بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. حط الآيات دي مع صح 10، عدد 10، بهذه المشيئة، عبرانيين 10، بهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. بهذه المشيئة نحن مقدسون، مخصصون، مفصولين من تحت الجبل لفوق الجبل، من الحياة الطبيعية تحت وصايا بنحاول نعملها بطريقة جسدية إلى قوة حياة لا تزول فوق الجبل في رتبة مش بتاعتنا، اتفتحت لينا في ملكي صادق يسوع المسيح، نروح نقف فيها في الروح. يقول كده، بهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. عدد 14، لأنه بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد. دي آية تطير دماغك، لأنه بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد. مين؟ المقدسين. مش هينفع الشاشة حطها لك، أذكرك هقرأ 10 و14 ورا بعض. بهذه المشيئة نحن مقدسين، لأنه بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين. مرة تاني، بهذه المشيئة نحن مقدسون، لأنه بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين. تقول لي أنا مش في الحتة دي، أقول لك أنا بقالي 10 دقايق عمال بقول لك ربنا بيجي لك من حتة أنت مش فيها عشان ياخدك لحتة تبقى فيها. حد فهم حاجة؟ فين أقدر الآية دي تبقى حقيقي، مش كلام شعبي، مش فولكلور مسيحي، مش آيات حافظينها مكتوبة قرناها وبنعدي بنزحلق 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 بنزحلق. فين أقدر الكلام ده يبقى حقيقي في حياتي؟ في الرتبة دي اللي اتفتحت ليا في المسيح يسوع، مش بتاعتي بس اتعرضت ليا علشان أبقى في المكان ده اللي هو فيه. بطرس
رسالة بطرس. أنا أخش عملي بقى دلوقتي. هبص على كاهن وملك بس على الرتبة دي، رتبة ملكي صادق. أوكي؟ ماشيين معايا؟ كل فد كان مقدمة. اللي جاي 10 دقايق عمليين. بطرس الأولى. بطرس الأولى لصاح الأول. أتكلم عملي قوي بقدر الإمكان. بطرس الأولى لصاح الأول. عدد 18. عالمين أنكم افتديتم. شوفوا أنا بتكلم بقى على الكهنوت اللي على الرتبة بتاعت ملكي صادق. عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى لا بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء. دي إيه؟ الآية دي بتقولي يعني مش بلا أب بلا أم بلا نسب. افتديتم من السيرة اللي جاية من فين؟ من الآباء. بتقف في موقع روحي اللي هو فيه اتفتح، هو كان هو فيه يسوع واتفتح ليك. مولودين ليس من دم ولا من رجل ولا من مشيئة جسد بل من الله. افتديتم من السيرة بتاعة الآباء اللي تقلدتموها لبستوها من الآباء. بس لما بتيجوا بدم يسوع بتخلعوا السيرة دي وبتقفوا في الله. مولودين من الله. افتديتم لا بأشياء تفنى من سيرتكم الباطلة التي قلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح، معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم. الآية دي تطير الدماغ. الآية دي بطرس بيقول إن دم يسوع معروف من إمتى؟ من قبل تأسيس العالم دم يسوع معروف. فاكرين لا بداية ولا نهاية؟ يعني أبدية، يعني برا الزمن. من قبل الزمن دم يسوع معروف أو موجود. لما بتقف في الرتبة بتاعت يسوع اللي هي لا بداية ولا نهاية، بتقف في الحتة اللي معروضة ليك جواك اسمها أبدية. ولما بتقف في رتبة ملكي صادق بتقف في حالة روحية بتعمل افتداء لكل حاجات. مفتدين، افتداء لظروف، افتداء لحياة. تقدر تقف في هذه الرتبة لأنها في الدم الكريم اللي افتداك ومن قبل تأسيس العالم لغاية امتى؟ قد أظهر المعروف من قبل تأسيس العالم، لكن قد أظهر فين؟ إمتى؟ في الأزمنة الأخيرة من أجلكم. لأن الدم ده أزلي أبدي، فهو مغطي، هو في الأبدية، هو بره الزمن. فلما تقف في رتبة ملكي صادق بتقف في حتة أبدية. في الحتة دي وإيدك مرفوعة هناك افتداء لكل زراعة سلبية أنت زرعتها، إبليس زرعها، العالم زرعها عليك وعلى بيتك. رتبة ملكي صادق دي فيها كهنوت بيطلق افتداء. مفتدين ليه؟ لأنك بتقف في حتة مفتدين من بلا أب بلا أم، اللي هو اللي جاي ولدنا ليس من دم ولا من مشيئة رجل ولا من مشيئة جسد بل من الله. بتقف في الروح، تقف فوق الجبل. في الحتة دي في افتداء لكل حاجة في حياتك تحت الجبل. تقول لي في مشاكل في الشغل، ده بحصدها، اتخانقت مع حد وحصل مشاكل ومن وقت ده الدنيا صعبة، حصل حاجة في البيت ومن وقت ما حصل حاجة علاقتنا في البيت مش زي ما كانت زي ما هي، في حاجة حصلت في الخدمة وأنا النهاردة متلخبط لأنه مش عارف أعمل إيه في الخدمة. بتبقى في رتبة ملكي صادق دي فوق الجبل، مفتدى من كل حاجات قديمة، من كل سيرة تقلدتها، وواقف في حتة مختلفة خالص فيها افتداء. عارفين يعني إيه افتداء؟ يعني الأرض اللي بتطلع شوك لأن بذر فيها شوك، بدل ما تطلع شوك تطلع جنة، تطلع حاجة مختلفة، تطلع ثمر، تطلع راحة. الأرض بتاعتك اللي كانت بتطلع لأن حصل فيها حاجات اترمت فيها تطلع حاجة تانية. ده معنى افتداء. أنا مش متصور محتاج أقول لكم يعني افتداء. أنا شخصياً بحتاج إني كتير مرات ومرات ومرات أقفل في الرتبة دي، وأقف فوق الجبل من أجل افتداء أمور حواليا. مش بس كده، ده افتداء
وتكميل كل حاجة ناقصة وقيادة لكل حاجة جاية، لأنك موجود في حتة أبدية. عارف يعني ايه ابديه؟ انا بقولتها لبعض اللي جم يسالوني على الارتباطات وعلى الاشغال وعلى القياده. في بعض الاحيان انت بتحتاج توقف في الرتبه دي، الرتبه دي فيها قياده مختلفه خالص. عايز اسمع صوتك يا رب. اللي عايزين يرتبطوا قول لي اه ولا ماجد ولا محسن، الاثنين حلوين. القصة مش كده، القصة انك واقف وانت في رتبة ملكي صادق، وانت واقف في الحتة دي انت بتتحطي في يسوع، المكان البوزيشن بتاعه الموجود، الكهنوت اللي هو فيه عن 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 يمين الآب، بتتحط في المكان اللي اعده ليك في هذه الرتبة وبتقف فيها. في المكان ده تقدر تشوف الآخر من الأول، لأنه ده مكان من قبل تأسيس العالم للأزمنة الأخيرة. فتقدر تشوف نفسك، لو جاز التعبير، تقدر تشوف نفسك في الشغلانه اللي انت بتسال تخشها ولا ما تخشهاش، وانت واقف في المكان ده وتشوف نفسك في الشغلانه دي، وفجاه تحس انك مقبوض، فجاه تحس انك مش فرحان، فجاه تحس ان في حرب كتير وفي تعابين كتيره. انت ايه اللي حصل؟ انت واقف في مكان ابدي في هذه الرتبه، وبتشوف نفسك في اللي انت بتسال الرب، يا رب انا اعمل كده ولا لا؟ والرب يقوم واخدك لانك في مكان أبدي أمامه في الروح، في يقوم واخدك للحتة اللي انت بتسأله عليها، أخش الشغل ده ولا لا؟ ففجأة تلاقي نفسك موجود في وسط الشغل وتعبين جواك، قبضة، مش فرحان. ربنا هيكونش عايز يقول حاجة؟ فانت بتشوف الآخر من الأول فتنقاد، فما تخشش الشغل ده. هتفهم حاجة؟ مستوى القيادة في رتبة ملكي صادق مختلف، بيمكنك هذه الرتبة بتمكنك انك تشوف اللي انت عايز تعمله والنتيجة بتاعته من قبل ما تحصل، فتقول لا او اه بناء على اللي انت بتشوفه بقيادة في الرتبة دي. لما بتشوف حاجة بتمتلكها، لو شفت في المقابل، انا شفت القصه سلبيه، لو بتشوف اوكي اخدم الخدمه دي ولا لا، وتوقف قدام الرب، انت واقف قدام الرب تصلي يا رب اتحرك في الخدمه دي ولا لا، والروح يقوم يوريك الاخر من الاول، من وانت هنا يوريك اخر القصه ويوريك الخدمه شكلها ازاي، فترى استخدام الرب وترى حضور الرب وترى ملائكه وترى، فتعرف يس ربنا بيقول يس. حد فاهم حاجه؟ ده مستوى القياده اللي جاي. إبليس بيكره إنك تبقى موجود في المكان ده، لأن شكلك بيبقى متغير خالص. شكلك وإنت في رتبة ملكي صادق غير شكلك خالص، وإنت تحت الجبل ابن ربنا بتصلي. عشان كده إبليس بيتغاظ جدا إنك تبقى موجود في المكان ده. عشان كده على مدار الزمان مش كتير الكلام عن هذه الرتبة، برغم إن عايز أقول لك بالمناسبة سر ما تقولوش لحد، يمكن اجتماع من الاجتماعات أمشي كل رسالة العبرانيين عشان يوصل للنقطة دي، ما تقولش لحد لغاية لما يمكن اجتماع من الاجتماعات الأربع الجاية هاخدك من عبرانيين 1 لعبرانيين 13 ووريك ان كل القصة عن ملكي صادق، كتاب بالكامل، سفر بالكامل عن هذه الرتبة. بس إبليس بيكره تماما انك تدرك ان هذا المكان ليك وتقف فيه، لأن شكلك بيتغير تماما. كل أقصى حاجة على رتبة لاوي هو إيه؟ يا رب بس غطي الخطية وزبط الدنيا. أقصى حاجة على رتبة كاهن ملكي صادق ملك بر هو عارفين يعني إيه ملك بر؟ أنا هبص يعني هتنقل كده بسرعة من كهنوت لملك. ملك بر يعني كل حاجة فيها بر بيملك عليها، مش بس ان احنا نصير بر لله، حكينا عنها دي، وان ده يبقى طبيعي وسهل وسلس. صراعك مع الخطيه بيتحسم في ملك البر. انا عمال بصارع بصارع بصارع، ده لاوي 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 لاوي، هات ذبيحه هات ذبيحه هات ذبيحه، توب 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 توبه حريه توبه حريه.
ملكي صادق ده ملك بر، يعني الأجواء مليانة بر، الأجواء مليانة نور. السلطان على ده في تكوين أربعة مع أول حاجة بعد سقوط آدم، بعد ما الخطية بقت حاجة موجودة. تعرف الخطية حاجة؟ الحاجة دي لوسيفر خضع ليها فبقى إبليس. تعرف إن لوسيفر عبد للحاجة اللي اسمها خطية، هو وقع في الخطية، تكبر في الخطية دي حاجة. وحقول جملة كده جانبية ما أعرفش هنحكي عليها بعد كده ولا، بس أنت محتاج تبتدي تتعامل مع الخطية إنها حاجة، بتتعامل معها، بتهشها، بتديها شلوت، بتنتهرها، بتخرجها بره، لأن الخطية حاجة. وجسد الخطية هو الجسد اللي تأثر بالحاجة دي. إبليس مش مصدر الخطية، إبليس وقع في الخطية، لوسيفر وقع في الخطية بقى إبليس. يسوع. فالحاجة دي أنت ليك سلطان عليها. أذكرك بجملة تكوين أربعة، عارفين ده مين؟ ده قايين وهابيل. رب قال لقايين، قايين اللي مش روح قدس مش ساكن فيه، ولا روح القدس حل عليه، ولا ابن الرب، ولا حتى قدر يقدم ذبيحة عدلة للرب، ماشي؟ قال له بص حبيبي، في خطية حاجة ربض على باب بيتك، أنت تسود عليها. ليك اشتياقها وأنت تسود عليها. يعني حبيبي الحاجة دي برغم أن روح القدس مش ساكن فيك تقدر تقول لها نو. مش موضوعنا، مش عايز اخش في الحته دي، بس ببساطه رتبه ملكي صادق انت مش محصور في الحاجه اللي اسمها خطيه، لان الحاجه الخطيه دي تزعطها بلغه الصعيده، زعطها يعني بشلوت بره، لا يبقى لها ذكر. في ايات كثيره لا يبقى لها ذكر، الايه دي فين؟ ولا بقت مسيحيه شعبيه، لا يبقى لها ذكر. فالقصة مش كهنوت لاوي اللي بيحاول يتعامل مع الخطية، القصة بقت ملكي صادق اللي هو ملك بر. فانا عايز اتنقل من انه بدينا بر ونبقى نحن بر الله، وبص في عينك وقولك انت بر الله وتبربش، عايز اتنقل لي انك انت ماشي في البر وكل حتة هو من فوق بيراك ماشي فيها في البر، بيملك عليها لانه بيملك على كل بر. ملكي صادق هو حضرتك وحضرتك لما بتقفي قدام الرب وبتطلق وبتشير على أمور في حياتك وتطلب بر الله أنه يأتي عليها، عشان كده هو ملك بر، بتطلب أن بر الله يأتي عليها، وكل حاجة بتشاور عليها وتقول يأتي بر الله، يوم هو جاي بملكه عليها. فإبليس ما أعرفش يلعب في الحتة دي، تقول لي أنا مشكلتي قطي، حلو قوي، أقف في رتبة ملكي صادق وشاور على قطك وقول بر الله، قطي بر الله، فلوسي بر الله، علاقاتي بر الله، ذهني بر الله، أحلامي بر الله، وكل حتة بتشاور عليها وبتطلب إن بر الله يأتي عليها، هو من يملك على كل بر. يعني كل منطقة فيها بر يجي يقوم إيه؟ يقول ملكي هنا. صباح الخير، دي حاجة جميلة، دي حاجة تخليك عايزك تطلق بر الله على كل حتة، لأن البر سلاح. كتاب مقدس في كورنثوس يقولك بسلاح البر إلى اليمين وإلى اليسار، كأنك بتلقي إلى اليمين وإلى اليسار، كأن واحد معاه سيف وماشي في غابة ما فيش طريق، بس معاه سيف عمال بيقطع بسيف البر إلى اليمين وإلى اليسار عشان يشق يصنع طريقا. هو ده المستوى بتاع كهنوت ملكي صادق، أو الرتبة اللي بتتفتح لينا، إن في أوقات مبقاش في طريق، بس أولاد الرب في هذه الرتبة بيطلقوا بر، وكل حاجة بيطلقوا عليها بر، الملك بيملك على كل بر. بص على شغلك، بر الله. حصل سلب في الفلوس، بر الله. ليه؟ أنت عايز يملك، هو يملك على البر.
حكايه عشان نكمل. ملك سلام. ملك سلام ده يعني ايه ملك سلام؟ يعني كل حاجه ملك. السلام مش معناه غياب الحرب. السلام مع السلام مش معناه ان مفيش حرب. السلام معناه ان في شخص يسوع اللي بيخلي الحرب تحت رجليك. لان رئيس السلام يسحق الشيطان فين؟ راو. وبالتالي رئيس السلام هو الرئيس اللي في حضوره لما بتقف في هذه الرتبة، انت بتقف في رتبة ملك السلام اللي بيجعل حضوره بيجعل اعدائك موطئا لقدمين. أتاري علشان كده مزمور 110 داود وهو بيتنبأ قال الرب الرب اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدمين. أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن على رتبة ملكي صادق. أتاري داود تنبأ قصة ملك السلام ملكي صادق والرتبة عشان يقوله يا داود وانت في الروح قدام الرب بتقف في حتة كل أعدائك تصير موطئا لقدميك، والرتبة دي يا داود لسه انت بتتنبأ عليها هتيجي لسه، بس انت النهاردة بتختبرها بصورة نبوية ان أضع أعدائك موطئا لقدميك. انتوا كويسين؟ وبالتالي ملك بر، فهمتها؟ مش بس انت تصير بر الله، لان الخطيه دي كائن تعرف تتعامل معاه بسهوله، ده كائن ضعيف قايين كان ممكن يطرده، مش انت وانت. ده ملك البر ده ملك بيقول بر على مناطق 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 مناطق، لان كل منطقه هو بيقول عليها بر. الملك ملك الملوك بياتي ويملك عليه. ملك السلام ده بيقف في الرب يسوع، بيقف في الرتبة وحضور الرب يقوم مليك، وبالتالي ببساطة أعدائك يصيروا موطئا لقدميك تلقائية. إنجيل متى، متى 18 كلكم عارفينه، كل ما تربطونه على الأرض، متى 18 18، كل ما تربطونه على الأرض يكون فين؟ مربوط في السماء. كل ما تحلونه على الأرض محلول في السماء. الكلام ده لمين؟ للخدام، للخدام. الدليل انه الكلام ده مش للخدام، الكلام ده لكل شعب الرب. الايه اللي وراها، ما هو لو الكلام ده لكل شعب الرب، سوري، لو الكلام ده للخدام الايه اللي وراها ما تبقاش للشعب. كل ما تربطون على الارض يكون مربوط في السماء، كل ما تحلون على الارض يكون محلول في السماء. واقول لكم ايضا ان اتفق اثنان منكم على الارض في أي شيء أطلبان يكون لهم من قبل أبي الذي في السماء، لأن حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. ده بيكلم خدام ولا الناس؟ حلو قوي. إذن ما تربطونه على الأرض مربوط في السماء، ما تحلونه على الأرض محلول في السماء. إيه رأيكم؟ إيه الأخبار الآيات دي عند حضرتك؟ لما تتفقي مع صديقتك على حاجة أمام الرب بتحصل وما بتحصلش؟ كل مرة عايزينها كل مرة تحصل رتبة ملكي صادق. لأن بتقف قدام الرب ككاهن، والكهنوت ده بتقف قدام الرب على هذه الرتبة اللي فيها ملك بر ملك سلام، فيها تشريع خارج، فيها عارفين يعني إيه ملك؟ ملك يعني سلطان. إن اتفق اثنان منكم كل ما تربطونه مربوط، كل ما تحلونه محلول. مش بس كده، ملك كمان فيها تسديد. لما قلت لما ترفع إيدك عشان أشجعكم في الأول، أنا قلتها عن قصد. عارفين يعني ايه ملك؟ لان الملك، الملك في العهد القديم زي ما الملك المفروض يبقى في العهد الجديد، هو مسؤول عن شعب، مش مسؤول بس عن انتصارهم، لكن مسؤول عن اكلهم وشربهم. همشي بسرعه. في الازمنه الاخيره الرب حاسكم بروح ايليا. احد الحاجات اللي في روح ايليا هو المستوى السلطان اللي اتحرك فيه كملك. في قصة كلكم عارفينها، وقف قدام الملك لا يكون طل ولا مطر لمدة 3 سنين، ماشي؟ راح للمرأة قال لها ايه؟ كوز الزيت لا يفرخ، كيرة الدقيق لا تنقص. ده مستوى ملكي صادق. مستوى ملكي صادق بيتكلم في الأحداث وفي الظروف فتحصل، وبيتكلم في الاحتياجات فتحصل. مستوى كهنوت أو رتبة هذا الملك ملكي صادق هو مستوى تأثير. إن اتفق اثنان، إن أمرت تجزم أمرا فيثبت لك.
كل أمور في الطبيعة تتغير، كل أمور في ظروفك، تقولي الموقف حوالينا، الشارع اللي احنا فيه، الجيران اللي احنا حوالينا، ما تعرفش معذبنا قد ايه. ليه تستمري متعذبة؟ ترفعي ايدك اسبوعين ويعزلوا. ليه لا؟ تضحكوا ليه لا؟ ليه لا؟ ليه لا؟ ولو انت عايزه تسيبي المنطقه اسبوعين وانت تعزلي الحته احسن. بس ليه لا؟ بصوا ليه لا بمعنى ايه؟ ليه لا؟ لان في مقاصد من الرب، في دعوه للرب، والرب عايز يطلق دعوتك ودعوتك، وعايز يطلق العروس مش مكسوره منحنيه مضغوطه عشان جيرانها تعبينها، عندها شغل اهم من كده انها تبقى مشغوله بجيرانها اللي تعبينها، مش كده ولا ايه؟ انا حد فاهم حاجه؟ في حاجات اهم من ان ابقى مشغول بحاجات حاصله حواليا. اذا الحاجات اللي حاصله حواليا برفع ايدي وبخلي كل الامور دي تخضع، ما تربطونا يكون مربوط، ما تحلونا يكون محلول، بنتفق اثنان منكم يكون لهم. ليه؟ علشان ملكوت ربنا يحصل. وبالتالي ليه اكون مشغول بـ 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 بالقرش؟ القرش راح فين والقرش راح فين؟ طب ارفع ايدي، كيلة الدقيق لا تنقص، 5 جنيه اللي في جيبي ما تروحش، ادفع وادفع وادفع وهي تفضل موجوده. ليه لا؟ كل عشان 5 جنيه؟ كنت جيته في جمل. وانا مش بتكلم على فلوس، احنا عمرنا هنا في هذه الخدمه ما بتكلم على بعد الفلوس ولا لا، بتكلم عليه هو مستوى السلطان، لانه حاجات كتير حانيه النفسيه البشريه الطبيعيه الشرقيه بتاعه المصري، علشان هو محني وراء احتياجات، محني وراء ظروف، محني وراء جيران، محني وراء خطيه، حاجات كتير حانياك. بس رتبه ملكي صادق دي قصه ثانيه خالص، بتقف في مكان مختلف فتحه ليك يسوع، اكمل الى الابد المقدسين، عشان يقفوا بسلطان للزمن، ملوك وكهنه، فكانوا واقفين قدام الرب بسلطان، برؤية، بقيادة، ببر، ملك بر، ملك بر، ملك بر، ملك بر، هنا بر يملك، هنا بر يملك، هنا بر يملك. هو ده مستوى الكهنوت، مش مستوى الكاهن اللي هو اغفر خطايانا، لو في خطية لازم تقولها. عشان كده لاوي جزء من ملكي صادق، لاوي جزء من داود، لكن القصة مش بتقف عندها هنا، فيها بر بيملك عليه، فيها قيادة مختلفة بيوريك، بتتحرك بسلطان، بتشوف الآخر من الأول فتنقاد بكل وضوح. ليه لا؟ ليه ما تشوفش الآخر من الأول فتنقاد وتعرف ماذا ينبغي أن أفعل؟ هلما نصعد إلى جبل الرب ليعلمنا كل طرقه، فاكرين الآية أشعياء 2:3، نصعد إلى جبل الرب، لأن فوق الجبل بنبقى في الروح، فنعرف كل طرقه. نعرفها ازاي؟ يعني هيقعد يعلمك، ما تفكرش بطريقه محدوده، مش حيث انت ربنا بيكلمك، حيث هو بيكلمك. بيقول لك حبيبي عايز تعرف، تعالى اوريك. عايز تشوف شغلك بعد 10 سنين، عايز تشوف خدمتك بعد 10 سنين، عايز تشوف ارتباطك بعد 10 سنين، عايز تشوف اللي جاي بعد 5 سنين، عايز تشوف القرار ده هيعمل فيك ايه والقرار ده هيعمل فيك ايه، تعالى اوريك. اوكي عايز تعمل كده، تعالى اوريك. شايف مش حلو؟ تعالى بقى اوريك حاجه تاني. شايف حلو؟ اتحرك كده. ده رتبه ملكي صادق. مزمور اخدم، مزمور 145، 149، انا اسف، 149، ايات كلكم عارفينها وحافظينها، هتكرروها ورايا، بس بتحصل في هذه الرتبه. فاتاري كاهن، انا قلت لك هتكلم عملي، كاهن دي هو كاهن على رتبة ملكي صادق، فهو ملك بر، مش بس هو في بر، له انتصار على الكائن اللي اسمه خطية، لكن هو بيطلق بر فالرب يملك عليه، وكمان بينقاد، هو رب ياخده، تعالى أوريك، تعالى أوريك، تعالى أوريك، فتنقاد. ده كاهن، ملك، ده تأثير في الأحداث، سوري، وملك سلام كمان، ملك سلام يعني وجودك في رئيس السلام،
فكل أعدائك وانت في الرتبة دي تحت أقدامك. فمش بتقعد تصارع في الحرب. بتقف رئيس السلام. في حاجة قديمة حلوة قوي. تقف رئيس السلام. أول ما تقف رئيس السلام بيبقى تحت أقدامك كل قوة. رئيس السلام يضع أعدائكم موطئا لقدمكم. أوكي؟ وبالتالي فأنت كاهن في قصة بر، ملك بر وفي قيادة. ملك سلام في سكنة، في ملك السلام في الرتبة دي، ويجعل أعدائك موطئا لقدمين. على رتبة الملوك دي رتبة كهنوت، رتبة الملوك أنت بتقف، ما تحلون يكون محلول، ما تربطون يكون مربوط. ده مربوط بإيه؟ مربوط بأحداث حواليك حتى طبيعية، بأحداث حواليك، لا يكون طل ولا مطر. مربوط بحاجة نمرة اتنين، تقولي أنا مش في الحتة دي، أقولك ما أنا عارف ولا أنا فيها بالكامل، بس أنا ربنا دايما بيكلمنا من الحتة اللي إحنا مش فيها عشان نروح. فرتبة الملك بتقف في المكان ده، ما تربطون يكون مربوط، ما تحلون يكون محلول. فبتقف لا يكون طل ولا مطر، وفي نفس الوقت كلة الدقيق لا تفرغ، كوز الزيت لا ينقص، لأنه الملك مربوط بسلطان، بالتشريع، بسلطان وبالتشريع، ومربوط باحتياجاتك. ما عندناش وقت. مزمور 149 عدد 5: ليبتهج الأتقياء بمجد، ليرنموا على مضاجعهم، تنويهات الله في أفواههم، سيف ذو حدين في يدهم. تنويهات يعني تشريعات الله في أفواههم، سيف ذو حدين في يدهم. يصنعوا نقمة في الأمم، تأديبات في الشعوب. يصنعوا نقمة في الأمم. إمتى الآية دي هتحصل؟ لما نروح السماء؟ اصنعوا نقمة في الأمم، تأديبات في الشعوب، لأسر ملوك بقيود، شرفاء بكبول من حديد، يجروا بهم الحكم المكتوب، كرامة هذا لجميع أتقيائه. بص أحبائي، معنا صغير ونصلي، نطولت بما فيه كفاية. آدم قبل السقوط، قبل السقوط كان بلا أب بلا أم، وما كانش حيموت. السقوط خلاه يموت. آدم قبل السقوط بلا أب بلا أم، واقف قدام الرب، بيتمشى مع الرب ويملك على جنة، والتكليف اخضع تسلط على هذه الأرض. آدم الثاني يسوع المسيح فتح رتبة آدم الثاني، رتبة ملكي صادق، لنفس التكليف ونفس الإرسالية. مولودين ليسوا من جسد ولا من دم ولا من رجل، مولودين من الله آدم. والمولودين من الله دولة ليهم سلطان انه يقفوا قدام الرب كهنوت ملكي صادق، ويملكوا على الجنه، يخدعوها، يتسلطوا. كل رتبه ملكي صادق مش غريبه عنك بالمناسبه، هي دي الرتبه الحقيقيه بتاعه ابن الرب وبنت الرب في التكليف بتاع ادم الاخير. اخدعوا الارض، تسلطوا. فانك ترفع ايدك ويحصل حاجه، ده مش كلام كبير، انا مش بقى ده الطبيعي في المشيئة الكتابية لأولاد الرب. والسلطان ده جاي من وقوفك في الروح، جاي من وقوفك فوق الجبل، جاي من وقوفك في المسيح يسوع. عشان كده مفتاح هذه الرتبة هو يسوع المسيح، مش حاجة تاني، لأن فيه كل حاجة، باسمه تخضع كل حاجة، بسلطان روحه تتحرك كل حاجة. فلما ترفع إيدك في تأثير، لأن الرتبة بقى اختلفت على حياتك. أمين. تعالوا نغمض عينينا ونصلي.